اللي انا يعني ركز عليها خاصه في يوم عرفه اول هاي يعني. اللي هو طبعا ورد الجامعه يعني ورا الدعاء يعني خير ما قلت انا والنبيون يا سلام من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو تكرر هالدعاء ومثل ما ذكر الشيخ برضه تكرر التكبير في هاليوم المبارك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول وكبره تكبيرا وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر. والآيات كثيرة جدا عن التكبير ولا ذكر الله أكبر وغيرها طبعا من لا ضبط وغيرها من الآيات اللي فيها دعوة للتكبير وكبره تكبيرا وربك فكبر ولا ذكر الله أكبر. فأنت يعني تنشغل بالتكبير وتنشغل بالتهليل اللي هو قوله النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم عندك الدعاء خير الدعاء كما ورد في الحديث وكان الشيخ خالد ذكرته ولا خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الله أكبر. خير الدعاء يعني أفضل الأدعية اللي إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يستجيب منك في هالعشر المباركة وخاصة في يوم عرفة. فاليوم حقيقة فضيل جدا يوم عرفة ويوم كريم وهو من أيام الله عز وجل أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود. يعني الشاهد اللي يوم عرفة والمشهود قيل يوم الجمعة. وأقسم به مرة ثانية في سورة الفجر والفجر وليالي العشر الليالي العشر اللي هي أيام العشر والشفع والوتر ليوم العيد ويوم الوتر اللي هو يوم يوم عرفة. فهو يوم فضيل ويعني يجتهد الواحد فيه بالذكر بالدعاء بالطاعة حتى بأعمال صالحة. ممكن يفطر صائم ممكن مثلا يسقي البهائم يسقي الطيور يعني ما يكلفك شيء يعني وهي أعمال بر وأعمال خير يعني يعني ازرع في هذا اليوم قدر ما تستطيع من أعمال الخير وأعمال البر. وش السنة في الدعاء؟ السنة في الدعاء وش يسوي قبل ما يدعي وش يسوي؟ وش الأشياء يسويها؟ أحسنت لفتة مهمة يا أبو راشد ودائم حقيقة يعني أسئلتك تكون دائما مركزة وأنت مميز مثل جمهورك. الله يبارك فيكم جميعا. الحقيقة الآداب الدعاء طبعا الدعاء مفتوح يعني إن استطعت تطبق آدابه فهو أفضل. تكون على وضوء تكون مستقبل القبلة طبعا هذا أفضل. لكن إذا ما قدرت وأنت في السيارة مثل ما ذكر الشيخ خالد وأنت ماشي في السيارة قلت رب اغفر لي دعوت بالمغفرة ودعوت بالرحمة مات لا استقبلت قبلة ولا شيء. يعني ما يلزم أن تطبيق آداب الدعاء أنها مرتبطة بالاستجابة. الله يستجيب على كل حالك حتى لو كنت مضطجع في فراشك ودعوت الله سبحانه وتعالى بدعوة صادقة ولا ووافقت سماء مفتوحة يمكن الله يستجيب لك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. سلام. يعني هو مضطجع وهو نائم وهو عفوا وهو قائم وهو ماشي. فإن استطعت تستقبل القبلة طيب ما استطعت على حسب حالك حسب يعني ما حاجتك للدعاء. عندك التعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظم الله بما هو أهله لأن الله سبحانه وتعالى يحب المدح وله الكبرياء في السماوات والأرض يحب وهو البر الرحيم. يعني هو سبحانه وتعالى يحبك تمدحه وتثني عليه لأنه أهل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعظم الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو بحاجتك خيري الدنيا وخير الآخرة. هذه يدعي الوالدين يدعي طبعا والديه والأخوانة والمرضى جد المتوفى وجنودنا على الحدود تدعو لهم بالثبات وبالنصر وبالتمكين لأن أيام فاضلة وأيام مباركة من أهم الأعمال بعد خاصة في يوم عرفة الدعاء. نعم من أهم الأعمال. جزاك الله خير. بارك الله فيك.